بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال الأظفار يحييكم في مقطع جديد مقاطع تعلم مع جمال. طبعا كثير من المتابعين يسألون عن كيفية قياس الأمبير زين لوحدة التكييف بالذات وليس لأي جهاز آخر. زين في هذا المقطع إن شاء الله راح نتعلم كيفية قياس الأمبير، وأيضا راح أخبركم أن هذه الأجهزة صراحة تفرق في طريقة الاستخدام وطريقة القياس وأيضا دقة القياس بين هذه الأجهزة. طبعا هذا الجهاز طبعا ممكن تقريبا سعره 2500 درهم، ممكن في حدود يعني أقل من 1000 دولار، ممكن 700-800 دولار. هذا سعره تقريبا 1600، ممكن في حدود 500 دولار. هذا سعره تقريبا في حدود 250، ممكن في حدود 60-70 دولار. وهذا سعره ممكن في حدود 120 درهم، يعني 40 دولار. لذلك دقة القياس وأيضا طريقة القياس زين راح تختلف بين هذه الأجهزة. كلهم هذولا تعتبر كلامب ميتر. زين الكلامب ميتر عبارة عن الجهاز اللي فيه مثل هذه الأقواس. طبعا كل جهاز له طريقة للقياس، هذا ما في أي مؤشر، ولكن هنا مكتوب أن السلك المفروض يكون في هذه المنطقة، يعني علامة كهرباء. هذا الجهاز انزين يقيس لك الكهرباء، ولكن الأمبير يقول لك في هذه المنطقة. زين تلاحظون هذا السهم يجب ان يمر السلك. زين راح ارويكم ان شاء الله ما بين هذه النقطة وهذه النقطة. هذا الجهاز ما فيه اي مؤشر يوضح مكان مرور السلك، وبالتالي ممكن راح تعتمد على هالمنطقة او ممكن راح تعتمد على هالمنطقة صراحة، لانه ما في اي مؤشر. هذا الجهاز زين فيه مؤشر، تلاحظون السهمين هذولا يجب ان يمر السلك زين في هذا المكان. زين على اساس انك تقيس او يعطيك قراءة الامبير بشكل دقيق. وايضا يجب عليك عند قياس الامبير ان تختار مثلا هذا عندك يقيس لك 2 امبير، 20 امبير، 100 امبير. لذلك يجب عليك اختيار الامبير المناسب. هذا راح يقيس لك ما بين تقريبا ممكن لغاية 1000 امبير من 600، هذا هني لغاية حدود 600 امبير، وهذا 1000 امبير. وهذا ممكن ايضا راح يقيس لك زين تقريبا في حدود 600 امبير، وهذا تقريبا ايضا في حدود 600 امبير. نحن ما نحتاج، لان كل اللي راح نقيسه مكيفات وليس أجهزة أخرى. زين هذا الجهاز أساس تقيس الأمبير مال الجهاز. إذا طبعا عندك أو وحدة تبريد، إذا عندك مثلا جهاز متأكد أنه راح يكون قياسه تحت 20 أمبير، راح تحطه على هذا المؤشر. زين أو ممكن تختار 100، راح يقيس لك من تقريبا 0 زين لغاية 100. ايضا ذكرت الحين شيء، طبعا هذه الاجهزة تختلف صراحة في اقل امبير ممكن تقيسه واقصى امبير ممكن تقيسه. طبعا هذا الجهاز ممكن ما راح يقيس لك تحت النص امبير، ممكن امبير وفوق. هذا الجهاز اقل من امبير ممكن راح يقيس لك اياه من 0 لغاية 600 امبير. وهذه الأجهزة ممكن ما راح تقيس لك أقل من 1 أمبير زين ممكن تقريبا. لذلك يجب معرفة الأمبير اللي أنت راح تقيسه والأجهزة اللي راح تستخدمها. نرجع لهذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز ممكن أيضا راح تختار هني من ناحية سلكت، بعد ما تحطه على الأمبير ممكن راح تختار هذا دي سي وهذا اي سي. زين وهذا الجهاز أيضا راح تحطه على الامبير زين في هذا المؤشر، وبعدين ممكن راح تختار من هنا سلكت تختار الاي سي او الدي سي. زين طبعا المؤشر هذا الخطوط راح يكون دي سي، وهذا مثل الويف
زين، او الموجه راح يكون اي سي ايضا هذا الجهاز. زين امبير ممكن يعطيك خاصيه الاوتو اوتوماتيك، هو راح شخصيا او مو شخصيا يعني الجهاز بنفسه راح يحدد نوع الامبير اللي يمر عليه، وبالتالي راح يعطيك القراءه. وممكن ايضا انت تختار اذا كنت تبغي تقيس اي سي ولا دي سي، ولا تخلي على الاوتوماتيك، وهو الذي يحدد هذا الامبير. اذا هذا الجهاز زين راح يسمح لك بقياس الامبير. طبعا هذا يقيس لك الفولت اي سي، وهذا الفولت دي سي، وهذا راح يقيس لك الامبير على الاي سي، وهذا راح يقيس لك الامبير على الدي سي. جهاز عنده خاصية الاوتوماتيك تحديد، وهذا لا انت تحط المؤشر على المكان اللي راح زين تقيس فيه. راح ناخذ هذه الأجهزة كلها ونبدأ القياس إن شاء الله. طبعا قبل ما تبدأ في قياس الامبير للجهاز، يجب أن تعرف طريقة التوصيل ونوعية الأسلاك في الجهاز. طبعا هذه الوحدة راح تمكننا من قياس جميع المناطق صراحة، لأنها تشمل على عدة طرق للتوصيل. عندنا هني تقريبا هذا السلك زين راح يقيس لك الوحدة الداخلية، وهذا السلك راح يقيس لك الكنترول، وهذا السلك راح يقيس لك الامبير المستهلك كامل من الوحدة. وعندنا فيه سلك فوق ممكن فقط راح يعطينا قراءة الامبير للضغط. راح نبدأ معاكم ان شاء الله في هذا الجهاز. زين يجب ان تكون عندك الاسلاك صراحة فيها مجال على اساس انك تستخدمها. راح نبدا نشوف هذا 2 امبير. زين راح نغير هذا الاي سي. طبعا هذا السلك راح يقيس لنا فقط الكنترول، يجب ان يكون زين مثل ما قلت لكم يمر بهذا الشكل. تلاحظون ممكن اقل من 100 امبير. زين هذا السلك راح يقيس لنا الاستهلاك للوحدة الداخلية. زين طبعا ما عندنا اي مرونة صراحة. طبعا هذه الوحدة الداخلية حاليا تلاحظون فقط الوحدة الداخلية هذه. زين تلاحظون طريقة التوصيل او تركيب السلك على السهم. الوحدة الداخلية تقريبا في حدود 290 تقريبا ملي امبير. هذا السلك الاصفر راح يقيس لنا الجهاز بالكامل استهلاك الكهرباء. راح اخذه من هني صراحة حيكون افضل لان عندنا مجال. انزين تلاحظون اعطاني لو لان نقيس او حطينا على القراءة الخاطئة. زين هذا الجهاز كامل حاليا في حدود 8.7 الجهاز كامل، لان السلك الحار هذا يمر على الوحدة بالكامل. اذا تبغي تقيس فقط الضغط راح تختار السلك هذا. زين الضاغط فقط تلاحظون الضاغط فقط تقريبا 8.5. زين اذا كنت تبغي تقيس فقط الضاغط راح تحتاج انك تفتح القطع. زين والسلك اللي داخل السلك الابيض زين فقط للضغط راح تاخذه. زين اعتقد ايضا البني السلك الابيض اللي داخل هناك. اعتقد البني هذا البني 8.5. ان شاهدتوا القراءات على هذا المقياس
أيضا حاليا راح نأخذ القراءة على هذا المقياس AC، هذا هو المؤشر مال AC. إنزين تلاحظون أقل من 100 ملي، إذا تركناه تقريبا بهالشكل أعطانا تقريبا نفس الشيء. هذا طبعا للوحدة الداخلية، يجب أن تتأكد أن المؤشر مسكر صراحة، يكون عندك مجال أمانة تقيس. تلاحظون 300 ملي. زين 8.2، يجب أن يمر صراحة السلك على بالكامل. تلاحظون أعطانا 9.2 بهالشكل، وراء ممكن ما تكون دقيقة، وهذا 9.8 أو 0.3. زين تختلف دقة القراءة. راح ناخذ أيضا هذا الجهاز على الإمبير، يجب أن نتأكد. زين طبعا هذا أوتو، رخي شوي هني، طبعا رخيت له شوي فقط على اساس انه يكون عندي مجال. هذا سلك الكنترول بدون اي قراءة، لان قراءة ماله اقل من تقريبا 500. وهذا ايضا سلك الوحدة الداخلية تقريبا 300 ملي، 290 بهذا الشكل، ممكن راح يعطيك قراءة مختلفة. زين ممكن الوحدة بالكامل بهذا الشكل يعطيك تقريبا 9. زين وبهذا الشكل أيضا 8.7. أيضا راح ناخذ هذا الجهاز لقياس الامبير طبعا في هذه المنطقة. زين طبعا هذا DC وهذا AC، ما في اي قراءة لانه اقل من نص امبير. هذا ايضا ما في اي قراءة تقريبا، لا والله توجد قراءة، ما في اي قراءة تقريبا، يعني القراءة غير ثابتة صراحة. زين هذا دليل على انه ما يقرا اقل من نص امبير. هذا حاليا 9.5 امبير. ايضا في هذه المنطقة اعطانا 9.2. من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع الجمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشر محبكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.